اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن منافسات كاس الامم الافريقيه في فقره ترند اونلاين. ترند اونلاين النهارده هيكون معانا مفاجاه مهمه جدا مع احدى طبعا الصحفيين المتابعين بشكل مهم جدا لمنافسات كاس الامم الافريقيه، وكانت سبق ليها تقديم حفل قرعه كاس الامم الافريقيه في الكاميرون قبل شهور من الان، المنافسات اللي بدات هذه الفتره، وبالتاكيد حديث مهم جدا عن هذه البطوله، وايضا كمان حديث عن مباراه نيجيريا ومصر بالامس، وهنتكلم كمان عن مباراه او تولي بيتسو موسيماني لقياده الاهلي خلال الفتره القادمه بصفته اكبر مدربي القاره، ووجهه نظر الاعلام الافريقي لتولي موسيماني تدريب الاهلي خلال الفتره اللي جايه. كل ده من خلال ترند اونلاين عبر السكايب مع الاعلاميه والصحفيه ميمي فواز، بالتأكيد الإعلامية في بي بي سي البريطانية، وأيضا كمان سبق لها تقديم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون خلال الفترة الماضية. ميمي، برحب بيكي على شاشة قناة الأهلي، وبالتأكيد شاشة النادي الأهلي أكبر نادي ونادي القرن في إفريقيا. أنا سعيدة لأن أكون معكم اليوم. طيب، في البداية عايز أعرف انطباعك على مباراة الأمس، في البداية مباراة نيجيريا ومصر، وتقييمك لمشهد المباراة بالأمس وفوز نيجيريا بهدف مقابل لا شيء. نعم، كانت مباراة مثيرة للغاية، لأنه قبل المباراة كانت هناك الكثير من الأشخاص كانوا يرون أن مصر هي القادرة على فوز بالمباراة، لأن نيجيريا منذ شهر فقط كان تم تبديل المدرب لهم وتم تغيير المباراة، وكان هناك أيضا الكثير من اللاعبين المميزين كانوا غائبون عن المباراة، إيماليول دانيس و أيضا إيجالو وبعض اللاعبين لم يحضروا المباراة، لم يشاركوا في المباراة، لهذا نيجيريا لم تكن من الفرق التي يمكن أن تفوز بهذا المباراة. وكان من المثير للاهتمام الاستراتيجية التي وضعها المدرب في هذه المباراة، وكان هذا ما كان ينتظره الجماهير، جماهير نيجيريا لم يروا، الجماهير لم ترى هذه الاستراتيجية منذ فترة طويلة، وكيف اللاعبين استطاعوا السيطرة على محمد صلاح والسيطرة على المنتخب المصري، وأيضا الكثير من الجوانب التكتيكية فيما يتعلق بالمنتخب النيجيري، وأيضا الاستراتيجيات التي تبعوها في المباراة. وكانت هناك الكثير من النقاط التي استطاعوا من خلالها السيطرة على المباراة، وكان هناك مراكز مميزة أيضا للاعبين في المنتخب النيجيري بشكل عام. طيب ميمي، برضو عايز أعرف توقعاتك لشكل المجموعة والفرق المتأهلة للمرحلة القادمة بعد مباريات الأمس ومباريات حتى المجموعات خلال هذه الفترة. شايفة مين اللي ممكن يتأهل من هذه المجموعة؟ مجموعة مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو، وأيضا فرص المنتخبات اللي ممكن تكون موجودة في الأدوار النهائية. بالتأكيد أنا ما زلت أتوقع نيجيريا أن تتأهل من هذه المجموعة، خاصة بعد الأداء الذي حققوه بالأمس، وأنا أستطيع أن أقول أيضا أن مصر أن تستطيع أن تتأهل أيضا في المباريات القادمة، فمصر لديها محمد صلاح وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم الآن، ويستطيع أن يغير مسار الأمور ومجريات الأمور. لم تكن لديه فرصة كبيرة بالأمس، ولكن بالتأكيد أستطيع أن أقول أن نيجيريا ومصر ستتأهلان. عايز اعرف تعليقك، وانت بالتاكيد متابعه بشكل جيد جدا لتنظيم الكاميرون لمنافسات كاس الامم الافريقيه، تعليقك على التنظيم استضافه الكاميرون لهذا الحدث. لقد رأينا ملاعب هائلة في الحقيقة، والكاميرون استطاعت أن تقدم عمل جيد للغاية. لو تابعنا الاستاد الذي لعبت فيه نيجيريا ومصر أمس، الملعب كان جيد للغاية، وكانت هناك أيضا الاستاد الأولمبي. الكاميرون فعلت قصارى جهدها في هذه المباراة في ظل كل التحديات، وتحدي كورونا وجائحة كورونا،
أعتقد أنهم فعلوا أفضل ما لديهم وكانوا يحاولون التأكيد على أنهم قادرون على تقديم هذه المباراة وتقديم هذه البطولة. وهناك أيضا الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحضور الجماهير في الاستاد وأن يتم الكشف عليهم وعمل المسحات وأيضا هناك اللقاحات، فهناك إجراءات كثيرة اتخذتها الكاميرون. طيب ميمي، أنت كنت قدمتي حفل استضافة القرعة، قرعة منافسات كأس الأمم الإفريقية قبل شهور، وكنت موجودة في ياوندي وفي دوالا. من خلال متابعتك للقرعة وشفت المباريات حتى هذه اللحظة، إيه اللي ممكن يعني تقوليه أو ترشحي منتخب للمباراة النهائية أو منتخبين يكونوا هم طرف المباراة النهائية من دلوقتي؟ إذا أنا قدمت بالفعل هذه القرعة وكانت الأمور صعبة للغاية، لأن مع بطولة الأمم الإفريقية الموضوع صعب للغاية، كل شيء ممكن أن يحدث. لا أريد أن أعطي تكهنات 100%، لا أستطيع أن أضع مصر جانبا، فهي بطل من أبطال إفريقيا، لا أستطيع أن أترك الجزائر على سبيل المثال، فالجزائر ستحاول الدفاع عن اللقب، نيجيريا ستحاول أيضا الحصول إلى النهائي. كل هذه العوامل يجب أن نضعها في الاعتبار، الأمور لا تقاس فقط بالمباراة الأولى، هناك أيضا الكثير من الأمور التي يمكن أن تحدث. لا أستطيع أيضا أن أنسى نيجيريا وهي بلدي، كانت لدي مباراة هائلة بالأمس أمام مصر، وكانت هذه واحدة من أفضل المباريات التي رأيناها لنيجيريا. أعتقد مالي أيضا لديهم الفريق جيد، يريدون تقديم الكثير، المغرب أيضا تريد تقديم الكثير في هذه البطولة، هناك الكثير من الدول ويمكن أن تكون هناك الكثير من المفاجآت. آخر سؤال متعلق بكأس الأمم الإفريقية، أنت التقيتي بعدد من أساطير الكرة في إفريقيا، صامويل إيتو، خليلو فديجة، الحاج ديوف، واليوم أنت كنت أعلنت أن ديدي دروجبا النهاردة وصل إلى الكاميرون لمؤازرة منتخب الكوت ديفوار. تعليق أساطير إفريقيا على منافسات كأس الأمم ورؤيتهم بالتأكيد للمستويات اللي بتتقدم خلال هذه الفترة. هل يمكن أن تعيد لي السؤال مرة أخرى؟ متابعتك لحضور أساطير الكرة الإفريقية وحديثهم عن منتخباتهم في كأس الأمم الإفريقية، صامويل إيتو مع المنتخب الكاميروني، ديدي دروجبا اليوم وصل إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الإيفواري، كنت سألت على هامش القرعة الحاج ديوف على فكرة مين المنافس الأقرب للبطولة، وهو قال وقتها السنغال أبرز المرشحين، عايز أعرف تعليقك على تصريحات ووجود أساطير إفريقيا مع منتخباتهم في البطولة. نعم، حاج ديوف تحدث عن النهائي وتوقع أن يكون هناك الجزائر والسنغال، هذا ما قاله لي عندما قدمت هذا الاحتفال. أعتقد من المهم جدا أن يحضر هؤلاء النجوم الأساطير، بالتأكيد دروجبا كما ذكرت وصل حتى يعطي الدعم لكوت ديفوار لسهل العاج في إطار استعدادهم للعب المباراة اليوم، وأعتقد هذا شيء هام جدا، حضور هؤلاء الأساطير ودعم فرقهم شيء هام جدا لإعطاهم دفعة معنوية وتشجيعهم، هذا شيء هام جدا، حدث هذا من قبل في الكثير من المباريات، فهم يعرفون كيف تسير الأمور وكيف يكون الضغط في المباريات. طيب فرصة وانت معايا، وما ينفعش أسألك بالتأكيد على النادي الأهلي، وانت من أقرب الناس المتابعين لفريق النادي الأهلي نادي القرن في إفريقيا، وتولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني القيادة الفنية للأهلي كمدرب إفريقي لأول مرة بيتولى تدريب فريق النادي الأهلي، عايز أعرف رؤيتك لهذه الفكرة ومدى نجاحات بيتسو موسيماني مع الأهلي وتأثيرها كمان على الإعلام في القارة الإفريقية. فريق هائل، إنه فريق عملاق ليس فقط في الكرة المصرية ولكن أيضا عبر القارة السمراء. لقد تابعت بعض المباريات في المغرب للأهلي،
وكانت هذه مباراة مثيرة للغاية، وكنت هناك بالفعل في المغرب عندما كانوا يلعبون هناك، وبالتأكيد كان من دواعي سروري أن أتابع بيتسو موسيماني كيف يدير الفريق. هناك الكثير من الحديث عنه هنا، الكثير يعرفونه في صناعة الكرة، أعتقد أنه يقوم بعمل هائل ويقود الأهلي بطريقة هائلة ويضع خطط هائلة ويعرف كيف يدير الفريق. هو خير من يلعب يدرب الأهلي، وأيضا استطاع أن يقدم الكثير. طيب ميمي، عايز أعرف رأيك، هل متى نرى المدرب الإفريقي في أوروبا؟ هل ممكن بعد تجربة موسيماني مع الأهلي ممكن نشوف التجربة دي في أوروبا؟ أأمل ذلك، أن نرى مدرب إفريقي سريعا في أوروبا. المدربون الأفارقة لديهم يجب أن يتم تقديرهم بشكل كبير جدا، ولديهم كل الاحترام، وأنا أرجو أن نرى ذلك، أن يتم إعطائهم فرص كبيرة لأن يدربوا في أوروبا، لأنهم يتم الاعتراف بهم على المستوى العالمي، وأعتقد هناك فرصة ربما قريبا. فهناك الكثير من الحديث حول إعطاء فرص للمدربين الأفارقة، وأعتقد أن من بينهم بيتسو موسيماني. ميمي فواز الإعلامية في البي بي سي، أنا بشكرك على مشاركتك معنا عبر شاشة قناة الأهلي، وكل التوفيق ليك خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا للإعلامية ميمي فواز، وحديثها عن منافسات كأس الأمم الإفريقية، وأيضا الحديث عن تجربة بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ نشوف بقى إزاي الأهلي بيستعد لمباراة الجونة، والقائمة اللي ممكن يختارها بيتسو موسيماني لمباراة الغد في افتتاح مباريات كأس الرابطة.